نتيجة المختبر بتقول طبعا حسب العينات يلي انبعتوا للتحليل ان الولاد هن من نفس البي. يعني انا ابن فؤاد منصور وبحق لي كل شيء بحق له اياه ركان. بس بتاسف اقول لك استاذ وائل انه انت مش ممكن تكون ابنه لفؤاد منصور. صحيح انه التقرير بيقول انه الاولاد هن من نفس البي، بس الفرق انها بنت. هيدي تاني مره بتجرب انت وامك تضحكوا علي تستغلون. كل شيء صار قدامك. شوفي كسبك لوين وصلنا. قدرت تتزكى علي بس عن جد فكرت انه فيك تضحكي على المختبر؟ فحص الدي ان اي بيعطي كل التفاصيل الطبيه وتبين حسب الفحص انه هيدي الخصله تابعه لبنت مش لشاب. فهمتي؟